السلام عليكم. نكمل محاضرتنا مع زد انفيرس لكن باستخدام الطريقة الثانية. إذا ننتبه إحنا نلاحظ بالمحاضرة السابقة إنه فقط تحويلات الزد ترانسفورم، فقط حولنا بدلالة إنه دالة منطين إياها بيها زد، دالة إكس للزد مباشرة حولتها إكس للأ بالاعتماد على ما على التيبل اللي هو الجدول. فقط ترتيب انه رتبناها بطريقة انه حولها ساين اضربها بثابت اقسمها. لكن ننتبه اكو طريقة ثانية تحويلات زد ترانسفورم. هذه الطريقة بالاعتماد انه يمكن ينطيني دالة ما تشبه الجدول او ما تشبه النمط او الصيغة بالجدول، نفس ما اخذنا تحويلات لابلاس انفيرس، انه انا اسويها ابسطها بطريقة. طريقة ثانية اسمها method 2. طريقة ثانية هي partial fraction، يعني عندي كسور جزئية اعتمد في هذه الحالة انه نطيني دالة كسرية ما موجود لها شكل او نمط في الجدول، اني احولها بطريقة بسط ومقام واساوي البسط اللي دالة اللي انا استخرجتها وفرضتها مع بسط الدالة اللي انا بسطتها موجودة بالسؤال، نستخرج قيم A و B لحد ما نحصل على شكل أو نمط يشبه الجدول يسوي تحويلات. فقط ننتبه لهذه الحالة. مثلا عندي أنا أريد find بالمثال find X لل A for X لز، يعني مو منطقي X لز، شو يريد في هذه الحالة X لل A؟ طلاب إذا صيغة يعني صار بها اشتباه عندكم أو امتحان أو لود أو يعني أفتهم عن الطريقة اللي صار إحنا عندنا بالامتحان، فقط أنتبه للدالة منطقية بدالة الزد أحولها إكس لإن، يعني بالنهاية أحصل على دلتا إن أو يو لإن، منطقية دلتا إن يو لإن أحولها للزد. فهسه أنا سؤال إكس للزد منطقة واحد على واحد ناقص زد إنفيرس هو سالب واحد مضروب في واحد ناقص 0.5 في زد سالب واحد. انتبه هذه الدالة زد انفيرس انه اضرب في، انا لازم اتخلص من زد سالب واحد. اوكي، نفس الوقت انا عندي زد سالب واحد هنا وزد سالب واحد هنا، لازم اضرب في زد، زد في زد زد تربيع، فراح يصير عندي زد تربيع على زد تربيع. فبهاي الحالة راح يكون عندي اكس للزد يساوي زد تربيع، زد تربيع استر اخرج احد الزد واحد منهم، فزد في زد في واحد زد ناقص زد سالب واحد في زد راح يبقى عندي واحد. هسه بقى عندي زد اللي من زد تربيع اللي بقى عندي زد في واحد زد ناقص 0.5، لأن زد ويا زد سالب واحد يعني قيمتها زد يصير الصفر فقيمته واحد. فهذه أول خطوة إنه أنا أضرب زد تربيع. طبعاً أنا ضربت بس في المقام لأن أنا أحتاج المقام، بالمقام أحتاج زد تربيع، بس أنا أضرب بقيمة واحد كأنما اختصرت رجع واحد، فلازم البسط أيضاً ينضرب في زد تربيع. هذه صفحة 21. أكمل هنا. إذا تلاحظون راح يكون عندي X للزد الحالة النهائية هي زد تربيع على زد ناقص واحد وزد ناقص 0.5، راح يساوي عندي باعتبار قطبين او قوسين راح يصير عندي، هذه لها قيمة وهذه لها قيمة، يعني كل دالة راح تكون. فانا راح افرض انه هي عبارة اي الحد الاول زد ناقص واحد، وافرض ثابت لاخ اللي هو زد ناقص 0.5. اني وظيفتي او المطلوب مني حاليا بالحل انه استخرج قيم اي وبي حتى ابسطها وتصير في الشكل يشبه الجدول. مثل ما نعرف احنا بجدول ما عندنا زد تربيع،
حنسويها ذات تربية حتى نتخلص من القصة على الواحد. فنقدر ملاحظة أخرى إنه هاي إكس للزد الدال اللي عندي أقسمها على زد، يبقى عندي بس زد، فراح يصير عندي زد على زد ناقص واحد نا زد ناقص صفر بوينت أيضا يساوي A على زد ناقص واحد زائد B على زد ناقص صفر بوينت خمسة. هاي خطوات ملتزم بها إذا أجتني أو إجاني مثال على هذا النمط. فأني هسه حاليا راح أوحد المقامات نفس القوس اللي عندي هنا، فقط زد ناقص واحد مضروب في زد ناقص صفر بوينت خمسة A زد ناقص واحد زد ناقص صفر بوينت خمسة. تقسيم زد ناقص واحد الحد الأول راح يبقى عندي شنو؟ فقط زد ناقص صفر بوينت خمسة مضروبة في A زائد B مضروبة بما انه هذا الحد المقام الجديد قسم على المقام القديم زد ناقص واحد زد ناقص صفر بوينت خمسة. زد ناقص صفر بوينت خمسة راح يختصر فيبقى عندي بس زد ناقص واحد راح يصير في زد ناقص واحد. ننتبه الدالة الأصلية هي زد على زد ناقص واحد وزد ناقص صفر بوينت خمسة. أخذ هذا البسط اللي هو A أضربه في زد راح يصير A زد ناقص A في صفر بوينت خمسة صفر بوينت خمسة في A. نغير القناة عن نفسي أو بعدكم زائد زد ناقص صفر بوينت خمسة A زائد نضرب البي هسه B زد ناقص B يساوي زد. أخذ فقط البسط حتى أساوي القيم اللي عندي. عندي هذه A Z وعندي هنا B Z وعندي هنا Z، فحيصير عندي A فقط الثابت زائد B يساوي Z، يعني فقط Z لأن هذا الصيغة المتشابهة اللي هي واحد. عندي قيم A هذا ثابت وحدها بدون Z والB ثابت أيضا من دون Z، هنا سالب 0.5A سالب بي يساوي صفر لي ما عندي ثابت هنا عم بساوي زائد مثلا فد رقم معين. انتبه انه هذه اقدر ابسطها انه اقول A تساوي عبارة عن واحد انقل بي للطرف الثاني راح يصير واحد ناقص بي ناقص بي، هذا يسميه معادلة رقم واحد وهذه معادلة رقم اثنين. اقدر اعوض معادلة رقم واحد في معادلة رقم اثنين، يعني اعوض قيمة الـ A بالمعادلة فقط. ننتبه هذه امسح هذا الجزء. لكن الفرضية انتبهوا اياها، يعني خلوها اولوياتنا عم نعرف شلون نحل الراتب، يعني دمجوها ويانا. فراح يصير عندنا قلنا A يساوي واحد ناقص B هذه معادلة رقم واحد. بالنسبة للمعادلة الثانية هي صفر بوينت خمسة في A، فمكان A خلي واحد ناقص B ناقص بالسؤال أصلا موجود B يساوي صفر، أدخل صفر بوينت خمسة صفر بوينت خمسة ناقص صفر بوينت خمسة B B صفر بوينت خمسة B. ننتبه طبعا هنا صفر بوينت خمسة ما ركزنا، هنا سالب فهنا هي سالب، بحس عندي سالب صفر بوينت خمسة سالب في السالب موجب صفر بوينت خمسة بي ويساوي صفر. هنا سالب بي أعيد سالب صفر بوينت خمسة في واحد سالب صفر بوينت خمسة سالب صفر بوينت خمسة في بي سالب في السالب موجب صفر بوينت خمسة سالب بي يساوي صفر. فسالب صفر بوينت خمسة سالب صفر بوينت خمسة بي يساوي صفر. أنقل البي الطرف الآخر فراح يصير عندي سالب صفر بوينت خمسة صفر بوينت خمسة بي تقسيم صفر بوينت خمسة، فبي يساوي هذه راحت هذه راحت بقى عندي بس سالب واحد، فقيمة بي سالب واحد. أريد استخرج قيمة A من الاعتماد على قيمة بي
راح يصير واحد ناقص بي سالب واحد قيمته، راح يصير اي يساوي واحد سالب في سالب يوجب واحد، فقيمة اي اثنين. فهنساوي اول شيء استخرجت قيمة بي وقيمة اي. أمسح ارجع للدائرة الاصلية، انه اني اي استخرجتها اثنين وبي سالب واحد، اعوضها بالقيم حتى نحصل على شكل او نمط يشبه الجدول، فمباشرة احول. الطريقة الثانية انه لازم احول الدائرة الكسرية، استخرج قيم اي وبي، بعد ذلك يلا استخدم الجدول استعين بي. فهسه انا عندي طبعا هذه صفحة 22 كل الاختصارات موضحة بيه لحد 23. اذا نجي ننتبه، احنا الدالة فرضناها هي زد على زد ناقص صفر ناقص واحد اول قطب، بعدين زد ناقص صفر بوينت خمسة، كلمة تساوي اي على زد ناقص واحد زائد بي على زد ناقص صفر بوينت خمسة. فقط اغير مكان زد، فراح يكون عندي مكان اي، فراح يصير عندي هنا انا اريد اكس للان الدالة، فراح يصير عندي هنا. بس ننتبه انه هنا دالة زد، فاني من يمي بما انه بالبص زد، فهي الدالة كلها بيها زد. هسه المفروض حسب هذا فقط تحويل، مو نفس لا سنه فقط قيم اي وبي اكتفي به، لا انه زد موجودة ارجحها، انه زد هنا وزد هنا عندي، فقط انه قيمة اي قيمتها انا اصلا احتاج الزد حتى تحويل الجدول، لازم بالبسط عندي زد، فارجحها نفس الصيغة هذه، انه زد ناقص واحد هذه زد ناقص واحد، زد ناقص صفر بوينت خمسة زد، حتى لو بيناتهم حدود، الاي قيمته اثنين والبي قيمته سالب واحد. فأقول مباشرة باعتبار احنا صار عندنا الأمور واضحة، اكس للان هي عبارة عن اثنين زد انفيرس للزد على زد ناقص واحد، هنا سالب زد انفيرس يعني سالب الإشارة هنا عندي، فصار سالب في زد على زد ناقص صفر بوينت خمسة. هذه الصيغة موجودة بالجدول، هذه الصيغة موجودة بالجدول، فمباشرة x للان قيمتها، انتبه x للان مباشرة لما سوي زد انفيرس يعني هاي دا اشتغل x للان، فهي عبارة عن اثنين في u للان، طبعا هذه رقم اثنين بالجدول ناقص زد انفيرس للزد، هذا ايضا بالجدول رقم خمسة، فراح يصير عندي a الاس n في u للان، الاي قيمته تجد صفر بوينت خمسة. هذه الصيغة يعني هسان اذا احول هذه الى اكس للزد المفروض يستخرج عندي هذه الصيغة النهائية. هذا بالنسبة للمثال. اخذ مثال اخر ايضا هم استخرج اكس للان ومنطيني هم دالة كسرية، فقط التغيير انه بالمقامات شو راح يصير الشكل، او فرضية احتمال اكثر من فرضية باعتماد على الاس الموجود عندي. طبعا الباشر دائما نوصل لي انه تكون مثالات الاسس انه هي زد على زد ناقص واحد على زد ناقص، يعني بحيث انه قلنا دائما الباشر مثلا هسه زد على زد ناقص واحد وزد ناقص صفر بوينت خمسة، لما توصلنا بالتبسيط النهائي هذه اسها واحد، هذا اسها واحد، وهذا اسها واحد، هذين اثنين، يعني دائما البسط مالته قيمة الاس اقل من المقام، المقام اكبر. هذه الحالة يسموها باشر فراكشن. ناخذ مثال اخر، نعطي المثال بالمثال مباشرة example find x للان صفحة 23، نعطي الدالة اللي هي السلسلة بعد تحويل x للزد، زد تربيع، زد ناقص واحد، زد ناقص صفر بوينت خمسة كل تربيع، مطينا قطبين، عارف الصيغة زد تربيع وزد ناقص واحد، ما عندي أنا مضروبة دالتين بالجدول، لا عندي قوس واحد أو قطب واحد يسمونه. فبهذه الحالة طبعا ما عندي سالب واحد على مود أضرب فيه زد تربيع أو كذا عم أتخلص من السالب، فقط عندي زد تربيع، أنا ما أحتاج زد تربيع، أحتاج فقط زد واحدة. فبهذه الحالة مباشرة هذه الدالة أقول اول خطوه اسويها انه اكس زد تقسيم زد، فراح يبقى عندي بس زد على زد، يعني زد تربيع راح احد وحده من الزدات تروح، زد ناقص واحد على زد ناقص صفر بوينت خمسة كل تربيع، تربيع هذه الصيغه الجديده اللي صارت عندنا.
يعني عندي هذا قوس أول، هذا قوس ثاني، قوس ثالث عندي راح يصير، يعني ثلاث حدود بهذه الحالة. يعني إحنا نفرض بهذه الحالة ثلاث فرضيات إنه A و B و C. فالدالة هي راح يصير زد على زد ناقص واحد زد ناقص 0.5 يكون تربيع راح يصير. الفرضية انتبهوا عليها هي A على زد ناقص واحد زائد B على زد ناقص 0.5 أحد الأقواس. بعد ذلك الفرضية الثالثة هي إنه هي زد ناقص 0.5 الكل تربيع. فحصل عندي ثلاث متغيرات A و B و C أو ثلاث ثوابت المفروض أجد قيمتها. نفس الحالة أسوي توحيد مقامات وأساوي البسط اللي بالدالة مع البسط اللي مال A و B واستخرج قيم A و B و C. فراح نقول X للزد على زد هي صيغة يعني باعتبار يساوي، إذا أيضا واحد المقامات أرجحهم نفس القوس هذا اللي هو زد ناقص واحد زد ناقص 0.5 الكل تربيع. نجي هذا المقام الجديد تقسيم المقام القديم، زد ناقص واحد زد ناقص 0.5 هذه أقسمها زد ناقص واحد تروح، راح يبقى عندي فقط أي مضروبة في زد ناقص صفر، راح يصير عندي أي في زد ناقص 0.5 تربيع زائد بي. خلينا نشوف زد ناقص واحد بقت إذا قسمناها على المقام، زد ناقص 0.5 راحت وحدة من زد 0.5 من الأس بقى بس، راح يبقى عندي زد ناقص واحد وزد ناقص 0.5 فقط. هنا مطلوب الترتيب ما يكفي بس يعني انتو ضيفوه وياها زائد سي، هذه بقت عندي آخر شيء زد ناقص واحد زد ناقص 0.5 تقسيم زد ناقص 0.5 يعني تقسيم المقام الجديد تقسيم المقام القديم، هذه زد ناقص 0.5 راح تختصر ويا زد ناقص 0.5 فراح يبقى عندي شنو بس زد ناقص واحد، فراح يصير سي عفوا مضروبة في زد ناقص واحد. تكملة صفحة 24 بالمحاضرة، هذه كل الخطوات الموضحة. فراح يكون عندي راح أبسط، أنا راح تكون A زد ناقص 0.5 زد تربيع ناقص زد 2 في الأول في الثاني 2 في 0.5 راح يطلع عندي ناتج واحد في زد سالب زد زائد تربيع 0.5 تربيع هي 5 في 5 25، بما أنه عندي مرتبتين ناقص 0.5 مضروبة في 0.5 راح يصير 25% مرتبتين زائد ب في زد خليها هذه، يعني عندي قوسين خلينا نضربهم من البداية، راح يصير زد في زد زد تربيع ناقص واحد في زد ناقص زد ناقص واحد في 0.5 زد في زد زد تربيع زد في سالب 0.5 سالب 0.5 زد سالب واحد في زد سالب زد سالب واحد في 0.5 موجب 0.5. نكملها زائد سي في زد سي زد ناقص سي، طبعا هذا كله المفروض يساوي البسط اللي هو اكس للزد اللي هو قيمته فقط باقي لي زد باقي لي بهاي الدالة بالبسط. هسه خلي امسح هذا الطرف بس احنا نشوف انه هذه كلها الدالة تساوي زد من البسط الدالة الاصلية. ندخل اي على القيم فراح يصير اي زد تربيع ناقص اي في زد زائد 0.25 في اي، هذه الصيغة الاولى زائد. ننتبه هنا عندي هنا ب هذه 0.5 وهنا عندي واحد، اما نروح مباشره راح ادخل ب وبعدين اجمع واطرح، فراح يصير عندي ب زد تربيع ناقص 0.5 ب زد ناقص زد او ب زد زائد 0.5 ب زائد سي زد
ناقص سي هذه كلها تساوي زد. هو الصعوبة مو بالحل، الصعوبة لين إنه يصير عندي أكثر من حد، فاحتمال يصير عندي خربطة بالحل. فأني أول خطوة مثل ما أخذين بلابلاس إنه شوف وين زد تربيع عندي، هذه زد تربيع وهذه زد تربيع، راح أقول A زائد B يساوي صفر، ما عندي بس زد، ما عندي زد تربيع. خطوة ثانية أشوف الزد، عندي هسا هذه زد A زد، فهسا هاي A سالب A زد، عندي بي وبي زد، فراح يصير عندي سالب 0.5 بي سالب بي هذه، وعندي سي زائد سي هذه كلها تساوي 1 لان زد قيمته 1. هذه اول خطوه. نجي الخطوه اللي بعدها نشوف الثوابت، عندي 0.5 اي هذا ثابت، بعد هذه خلصت عندي بس 0.5 بي هذا ثابت، وعندي السي ثابت، فراح يصير عندي 0.25 اي زائد 0.5 بي سالب سي يساوي 0. فراح يصير عندي هسه 3 معادلات اي وبي وسي، بس عندي 3 متغيرات. بما انه عندي 3 معادلات يعني هاي تنحل، عندي 3 مجاهيل عندي 3 معادلات تنحل، لازم يعني عدد المجاهيل بعدد المعادلات. فراح امسح هذا الجزء حتى نكمل. ننتبه هسه فقط مجرد انه اخلي داله ودلالات الاخرى واستخرج القيمه. اول معادله عندي اي زائد بي، نفرض 100 هناخذ انه قيمه اي تساوي سالب بي، انقل بي طرف الثاني، هذه معادله رقم 1. هذه معادله رقم 1 راح اعوضها بمعادله رقم 2 ومعادله رقم 3، مكان كل اي اخلي سالب بي، فهسه سالب اي سالب بي سالب بي سالب، مباشره احل هذه 0.51 راح يصير عندي سالب اشارات مشابهه اجمع 1.5 بي زائد سي يساوي 1. صيغة ثانية مكان الاي 0.25 هي معادلة 3، مكان الاي اخلي سالب بي واكمل بقية المعادلة هي زائد 0.5 بي سالب سي يساوي 0. اذا ابسط هذه سالب في السالب فراح يصير موجب، فراح يصير موجب بي سالب بي في 0.5 راح يصير 0 سالب 0.25 بي سالب 0.25 بي. أبسطها تبسيط آخر إنه راح يصير عندي هذه المعادلة، هذه الثانية، هذه الثالثة، الثانية راح يصير تكون عندي، عندي 1 ناقص نص، 1.5 راح يصير سالب نص بي زائد سي يساوي 1، سالب 0.25 0 بي راح يبقى عندي 0.25 بي، إشارة الأكبر هي الموجب هنا، سالب سي يساوي 0. انتبه عندي هذه المعادلة نقدر نحلها آنيا بطريقة الجمع. ليش الجمع؟ لأن يعني عندي إشارات مختلفة هنا، فهذه سي راح تروح بالجمع، فعندي هذه سي زائد سالب سي راح تروح 1 زائد 0.1، سالب 0.5 بي زائد 0.1 مختلف راح يصير عندي يبقى 0.25 سالب بي، فقيمة بي تساوي إنه راح أقسم تقسيم سالب 0.25 سالب 0.25 وهذه راح تروح، هذه مرتبتين نوخر فارزة منها ونضيف صفرين، 25 بيها 1، 100 كم 25 بيها 4، ننتبه سالب فراح يصير عندي سالب 4، قيمة البي سالب 4. احنا قلنا قيمة الاي هي سالب بي، فهي سالب في سالب 4 راح يطلع عندي 4، هذه قيمة الاي. اعوض قيم اي وبي باي معادلة من المعادلات استنتجناها نستخرج قيمة السي، فهسه عندي فرضا هذه معادلة سي 0.25 بي ناقص سي، راح يصير عندي 0.25 في بي افرضها 4 ناقص اي معادلة نقدر نعوض بها، هسه نقدر نستخرج بس هاي المعادلة مباشرة مرتبة فقط، هي قيمة بي يساوي 0.
فراح يكون عندي 1 ناقص سي يساوي 0، فسي ينتج قد 1. فهسه عندي قيمة A 4، قيمة B سالب 4، قيمة C 1. أي معادلة أقدر أعوض؟ هسه حب أعوض هاي المعادلة 0.5 أضرب في B اللي هي 4، راح يطلع عندي سالب 2 زائد C يساوي 1، فراح يطلع عندي هنا سالب 2 زائد C يساوي 1. قيمة C تساوي هي سالب، في السالب موجب 2، سوري موجب 2، فراح يصير عندي 1 بس ننتبه لهذه الملاحظة عفوا. سالب 1 تطلع القيمة، يعني هنا سالب 4 فراح يصير سالب 1، سين النقل ذاك الطرف راح يصير سي تساوي سالب 1. نفس الحالة إذا هنا 2 زائد سي فراح نقول سي تساوي 1 ناقص 2 إشارة الأكبر فراح يصير سالب 1. فضروري تتأكد من الحل مالتك من القيم انه اعوضها بمعادلتين عم بستخرج قيمة C، او استخرج مباشرة انا اعوض قيم باي معادلة هنا B، او هنا قبل يعني بالبداية كانت قيمة A عوض لما كانها، فلسهولة الحل اخذ اصغر معادلة واقصر واقل عدد بالمجاهيل فقط اعوض قيمة مال B استخرج قيمة C. هسه هذا الحل كله والترتيب توحيد فقط لاستخراج قيم A و B و C حتى استخرج الصيغة النهائية أو نرجع عدالة ل X ل N سويها Z inverse. ننتبه X لل Z تساوي A على Z، X لل Z على Z تساوي أول هي Z ناقص 1، فنلم هنا زد تبقى ثابتة قيمة A 4 زائد زد ناقص 0.5 B قيمته سالب 4 في زد، هذه زد موجودين X زد فيها زد زائد C هم مضروب في زد، هاي موجودة لأن قلنا الدالة الأصلية أصلا بها زد، لازم نضيف زد لأن في جدول لازم عندي زد مقسوم على قوس أو قطب، عندي قيمة C سالب 1 على زد ناقص 0.5 لكل تربيع. انتبه هذه حالة التربيع قلنا ملاحظة ان فقط الدالة نفسها فقط اضربها في n نفس ما اخذنا بالمثال الامثلة الاولية، فراح انزل x لل n مباشرة هي عبارة عن 4 z inverse المن للz على z ناقص 1 سالب 4 z inverse المن للz على z ناقص 0.5. هذه ننتبه لها سالب 1 في زد، عندي هذه زد انفيرس المن لزد على زد ناقص 0.5 لكل تربيع، اذا عندي تربيع لازم الثابت لازم مضروب هنا في 0.5، هو مضروب لكن شو الناتج عندي 1، قول 0.5 اذا 1 تقسيم 0.5 هذه احذفها منها اضيف 0 هنا 5 1 2 يعني اصله هو 2 في 0.5 هو الواحد، 2 في 0.5 ايش يطلع عندي 1، هاي 0.5 بالتحويل احتاجها من ضمن من ضمن الصيغة ان هاي 0.5 موجودة مضروبة في الزد، فراح يكون عندي x للان تساوي 4 ثابت زد على زد ناقص 1 هاي يو للان رقم 2 بالجدول سالب 4 في زد على زد ناقص 0.5